بنصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. الاتحاد الافريقي لكره القدم اسند مباراه منتخب مصر واثيوبيا الى الحكم الجابوني باتريك مبيامي في اللقاء المقرر له يوم 8 سبتمبر من الشهر الجاي في الجوله 6 والاخيره من التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه 2023. لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أعلنت طاقم حكام مباراة الأهلي والمصري بورسعيدي، وهيدير المباراة حكم الساحة عبد العزيز السيد وبيعاونه أحمد توفيق طلب وأحمد صلاح وحكم رابع هشام الفلال، وحكم الفيديو عمرو الشناوي وحكم الفيديو المساعد هيكون شريف عبد الله. فريق اتحاد جدة حقق فوز صعب أمام فريق الشرطة العراقي بنتيجة 2-1 خلال فعاليات المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية، وده ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بالبطولة العربية للأندية كأس الملك سلمان والمقامة حاليا في المملكة العربية السعودية. السد القطري تأهل لربع نهائي بطولة العربية بعد فوزه على أهلي طرابلس الليبي بنتيجة 1-0 في اللقاء اللي جمع الفريقين على ملعب نادي دمك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية. فريق الهلال السعودي تأهل لربع نهائي البطولة العربية بعد فوزه على الوداد المغربي بنتيجة 2-1 خلال فعاليات المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، وده برضو ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بالبطولة العربية. وودع فريق الترجي والصفاقسي التونسي بالبطولة العربية من مرحلة المجموعات بعد ما تعادلوا سلبيا في اللقاء اللي جمعهم ضمن منافسات الجولة الثالثة في البطولة العربية كأس الملك سلمان للأندية. فريق أرسنال الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني فاز على موناكو الفرنسي بركلات الجزاء بنتيجة 5-4، وده في المباراة اللي أقيمت بينهم وديا ضمن تحضيرات للانطلاق الموسم الجديد 2023-2024.